وللحديث أكثر عن المشاركة النيابية بالمنتدى الدولي الثاني لتطوير النظام البرلماني معنا عبر الهاتف سعادة النائب الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب. سعادة النائب، بعد التحية، هل لك أن تطلعنا على مشاركة وفد مجلس النواب في منتدى تطوير النظام البرلماني في العاصمة الروسية موسكو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا شارك وفد مملكة البحرين من أعضاء مجلس النواب برئاسة السيدة فوزية زينل رئيسة مجلس النواب في المنتدى البرلماني الدولي في موسكو. وكما ذكرتم من قليل أن تم المشاركة في مناقشات الطاولة المستديرة، وتم من خلال أعضاء الوفد استعراض أهم التشريعات القانونية التي قام فيها وشرحها مجلس النواب البحريني في مكافحة الفقر ومكافحة الأخبار الزائفة والحفاظ على البيئة. وتم استعراض أيضا تجربة مملكة البحرين في التطوير الرقمي لدعم عمل المجلس النيابي في مملكة البحرين. ومن خلال هذا المؤتمر أيضا تم الالتقاء بمجموعة من الوفود العربية والدولية واستعراض أهم مواقف لمملكة البحرين ودعم هذه الوفود لجهود مملكة البحرين في هذه المواقف الدولية والإقليمية. ومن خلال أيضا المنتدى البرلماني تم أيضا استعراض اللي هو تجربة المرأة، مشاركة المرأة البحرينية، خصوصا الآن التي ترأس الوفد هي معالي السيدة فوزية زينل كأول امرأة ترأس المجلس، وتم استعراض دور المرأة ونسبة المشاركة في المرأة في هذا المجلس أيضا. واختتم المنتدى البرلماني في آخر يوم بحضور فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد على أهمية هذه المنتديات وتبادل التجارب ومشاركة الآراء للتبادل وللارتقاء بالتجربة البرلمانية في خدمة الشعوب. نعم، مشاركة متميزة لوفد مجلس النواب في منتدى تطوير النظام البرلماني في موسكو. الدكتور النائب هشام العشيري عضو مجلس النواب، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.